اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ريمونتادا والكابتن عصام عبد الفتاح. البرنامج ده خد على عاتقه فكره التحكيم بشكل عام والعداله بشكل عام، سواء كان تحكيم مصري او تحكيم اجنبي. البرنامج ده كان بيتكلم من خلال اراء خبراء تحكيم، مش من خلال وجهه نظر شخصيه. ولكن اكتر حد او اكتر رئيس لجنه حكام وقفنا عنده الكابتن عصام عبد الفتاح، لانك مش بس تصريحاته مثيره للجدل، لا، لان كان واضح جدا ان هو واخد اتجاه بالالوان، هو في اتجاه ضد النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. لمسه ده كويس قوي، واللي هنستعرضه خلال الفقره دي هيوضح ده بشكل كبير جدا. لكن ايضا عنده مشكله اخرى، الا وهي انا بس اللي صح والباقي كلهم غلط. حضراتكم هنلاعب بكره بيراميدز في بطولة الكاس، وفي بداية الحلقة خالص قلت لكم احنا بنتخوف ليه من التحكيم، لان وقت ما كان اسمه الاسيوطي عندنا مشكلة مع التحكيم. حكم مباراة الاهلي والاسيوطي كان الكابتن محمد عادل اللي هو حكم مباراة القمة 5-3. طلع الكابتن حسام البدري اللي كان وقتها المدير الفني للنادي الاهلي قال تصريحات بيتكلم عن التحكيم. تعالوا نسمع الفيديو ده عشان عندنا كلام كتير قوي بعد الفيديو. رأيك إيه في الكلام اللي قاله كابتن حسام من المرات القليلة جدا تكاد تكون معدودة على الصوابع اللي كابتن حسام بيتكلم فيها في المؤتمر الصحفي على التحكيم تحديدا، ورأيك إيه في أداء الحكم النهاردة؟ طبعا بحترم جميع الآراء وبحترم رأي الكابتن حسام البدري، ولكن الحقيقة قال لك تطوير. تطوير يا كابتن حسام؟ أنت تعرف يعني إيه تطوير التحكيم؟ يعني تطوير التحكيم يعرفه أهل التحكيم. تطوير التحكيم مجهود كبير، النادي الاهلي بطل مصر حاجه و80 بونت يا ابراهيم، التحكيم المصري. تطوير تحكيم ايه؟ هو انا اخسر مباراه ابص تطوير تحكيم؟ انا ما عنديش ادنى مشكله يا ابراهيم، والله العظيم لو ركله الجزاء صحيحه لاقول لك ركله الجزاء صحيحه واخطا الحكم زي ما اخطاوا في بطوله اوروبا في ليفربول ومانشستر. انا طبعا مقدر اللي كان الضغط اللي عليه كابتن حسام البدري، ومقدر انه خروج النادي الاهلي من بطوله الكاس، ولكن في النهايه لازم نكون منصفين. في النهايه لازم نكون، ما اتهمش منظومه بان هي ما بتتطورش. مزعج جدا الحقيقه، لان اتهم منظومه التحكيم ان هي التطوير وخدنا في طريق ثاني ان السبب هو التحكيم. لا لا لا، الكلام ده غير حقيقي وغير عادل على الاطلاق. وارجو رفقا بالتحكيم، واعتقد ان لازم يكون في ثوره في اتحاد الكوره، ثوره في اللوائح وحاجات كثيره جدا من اجل ضبط النفس، ومن اجل ان لازم المنظومه كلها تحترم بعضها. انما يجب ان ما يكونش في عنصر ضعيف وهو عنصر التحكيم، الكل بيتكلم عنه في الصح وفي الغلط. الصوره اللي قدام حضراتكم دي الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول للزميل ابراهيم فايق: انت عارفني يا ابراهيم، لو الحكم اخطا هطلع اقول ان الحكم اخطا. لا يا كابتن عصام، انت ما بتطلعش تقول على اي حكم مصري ان هو اخطا، انت فقط لا غير بتطلع تقول على الحكام الاجانب عشان تقول ان الحكام المصريين بتوعي افضل من الحكام الاجانب. مين كابتن حسام البدري عشان يتكلم عن تطوير التحكيم؟ ده وجهه نظر مين؟ الكابتن عصام عبد الفتاح. ليه بقى الكابتن عصام عبد الفتاح بيعمل ده؟ وبنشوفه حاليا اي حد بيتكلم عن التحكيم بيطلع يهاجمه، لان الكابتن عصام عبد الفتاح الخبرات التحكيميه نزلت مصر خدها لوحده، محدش هيتكلم في التحكيم غيري. اي حد تاني انت مين عشان تفهم بالتحكيم؟ قواعد التحكيم نزلت مصر الكابتن عصام طمع فيها خدها لوحده. انا بس، اي حد تاني هيختلف مع الكابتن عصام يبقى يا اما خبير تحكيمي ضعيف، يا اما محتاج ناس تراجعه، يا اما مدير فني بيعلق شماعه على الخساره، يا اما ناس مش وطنيين يا سيف. اي حاجه، اي حد بيختلف مع الكابتن عصام عبد الفتاح. طب اختلفت على ايه يا كابتن عصام عبد الفتاح مع الكابتن حسام البدري؟ اختلف على ان الكابتن حسام البدري كان بيطالب بتطوير التحكيم. شفت الجريمه؟ ده قال لك هو يعرف ايه عن تطوير التحكيم عشان يكلمنا. رايي لما تراجع كده الفتره بتاعت كابتن عصام عبد الفتاح هتعرف ان مشكلته الاساسيه مش فكره عدم معرفه بالقوانين، لان في تناقضات كتير جدا تبين ان القصه مش عدم معرفه بالقوانين، انما القصه في الانا. ايوه في الانا. كان في طريق من الاثنين، يا اما احنا غلطنا مش انت حتى غلط وهنصلح وهنعيد، يا اما انا بس اللي عارف ايه الصح وكل اللي في المنظومه ما يعرفوش حاجه. ده الطريق اللي اختاره كابتن عصام عبد الفتاح. وعشان اثبت لكم ان القصه تناقض، وعشان هنا نقول لكم ان الموضوع ملوش علاقه بالتقييم، كابتن حسام البدري لما قال في 2018 ان التحكيم عايز تطوير
وقال انت تعرف ايه عن التحكيم، عايز تطوير ولا لا؟ تعالوا نشوف كابتن عصام عبد الفتاح بعد مرور 4 سنوات كان بيقول ايه عن حكامه وتطوير التحكيم. لما توليت المسؤوليه يا سمير عملنا اختبارات لكل الحكام. كويس. تمام؟ اختبارات فيديو تيست، اختبارات لياقه بدنيه. اللي كانوا ناجحين فعلا كانوا 10%. اللي نجحوا، اللي كانوا جاهزين انهم يديروا مباراه 10%. هل في حكم في العالم بيكون راسي في اختبار اللياقه البدنيه ممكن تديله ماتش؟ محال، مستحيل. ده اللي انا قلته، قلت اللي جاهزين دول دلوقتي هتلاقي النسبة أكتر من 50%. ليه؟ لأن الناس اشتغلت على نفسها. أنا ليه ألعب حكم مهمل؟ هي دي القصة. أنا جيت كان في مشكلة في التحكيم، دي حقيقة، بدليل إن لما عملنا الاختبارات الفنية واللياقة البدنية والثقافية لقينا إن 10% فقط هم اللي جاهزين. بص عشان أتكلم بكل صراحة، التحكيم المصري عاوز عمل جبار. ليه؟ لأن الناس الكبار اللي بتكلم عليهم دول يا سمير خدوا فترة كبيرة جدا بدون ما يكون في صف تاني، فاحنا لازم يكون عندنا صف تاني. ده اللي احنا بدأنا نعمله، وبدأنا نلعب حكام صغيرين في الدوري الممتاز أكتر من 6-7 حكام. لازم يكون في صف تاني، وده هو المتنفس للتحكيم المصري الفترة الجاية. ليه التحكيم وصل في 2022 إن في أزمة، 10% فقط من الحكام يصلحوا، مفيش صف تاني ولا تالت، أغلبهم بيرصد في الاختبارات البدنية؟ لأن في مسؤول اسمه عصام عبد الفتاح في 2018 لما مدرب النادي الأهلي قال إن منظومة التحكيم تحتاج تطوير، طلع وقال له أنت إيه اللي عرفك يعني إيه تطوير تحكيم؟ عرفت المشكلة منين؟ المشكلة من مسؤول طول الوقت مش شايف المشكلة، طول الوقت مش قادر يقتنع إن في مشكلة، طول الوقت لما هو بدأ يكون ليه يد أصلاً يعتقد أنه بيحل المشكلة، هو أصبح كمان جزء جديد من المشكلة بسبب أنه طول الوقت عنده ما يعرف بنظرية الإنكار على طول الخط، ويمكن مش على طول الخط، يمكن في جانب يخص النادي الأهلي في المقام الأول. الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي وإبراهيم فايق بيقولوا من القلائل والمرات القليلة تكاد تعد على الأصابع اللي يتكلم عن أخطاء التحكيم. طلع الكابتن عصام عبد الفتاح بالشكل ده تجاه الكابتن حسام البدري، لكن للأمانة في ناس كتيرة جدا كانت بتطلع بانتقادات نازعة وخروج عن النص وصراعات على الهوى مع الكابتن عصام عبد الفتاح، والكابتن عصام عبد الفتاح ما كان يجرؤ أبدا إن هو يقول أنت مين عشان تتكلم عن التحكيم وتطوير التحكيم. وهنا الكابتن عصام عبد الفتاح لما كان بيواجه الأشياء دي كان بيسيب التحكيم المصري اللي نزل مصر ويبقى كل الناس وقتها تقدر تتكلم في التحكيم، لكن مع النادي الاهلي الكابتن عصام عبد الفتاح بيطمع في التحكيم المصري كله وهو بس اللي بيفهم في التحكيم، وما دون ذلك لا يفقه شيء عن التحكيم. تعال اقول لك كمان نقطه مهمه جدا، هو الكابتن عصام عبد الفتاح وهو بيحلل اللقطات الاخطاء التحكيميه لما بيكون فيها اهلي وزمالك بيكون نفس التون، نفس تطبيق القانون، نفس وجهه النظر، ولا الامور بتكون 50-50؟ نبدأ منين؟ ببساطة شديدة، مباراة الأهلي والزمالك ركلة جزاء، بعض خبراء التحكيم قالوا إنها ركلة جزاء، ومش هنقول الكابتن أحمد الشناوي وظروفه الخاصة في الرأي ده، لكن الكابتن سمير عثمان والكابتن جمال غندور قالوا مفيش ركلة جزاء، والكابتن ياسر عبد الرؤوف والكابتن أحمد الشناوي قالوا فيها ركلة جزاء. لما تيجي تحطها كده على مسطرة ومعيار الكابتن عصام عبد الفتاح هيقول لك دي ركلة جزاء 50-50، الجري اريا، يعني ممكن تبقى ركله جزاء وممكن ما تكونش ركله جزاء، الناس اختلفت عليها، لكن كابتن عصام كان حازم، مش دي ضد مصلحه الاهلي يبقى ركله جزاء، لكن لما تكون لنادي اخر تعالوا نشوفه، نشوف طريقه، خدت حته اسكندراني من فارس والله كابتن عصام، تعالوا نشوف طريقه الكابتن عصام عبد الفتاح وهو بيتكلم عن الاخطاء التحكيميه في مباراه متعلقه بمنافس النادي الاهلي نادي الزمالك. واحده، يعني انت ضربه الجزاء بتاعت النهارده بتاعت الزمالك امبارح ايه، 50-50؟ يعني ايه 50-50؟ يفهموني الناس اللي شويه عندهم اللي هم خبراء فعلا في التحكيم. ان عندنا في التحكيم حاجه اسمها مناطق معينه، في بنقول المنطقه البيضاء البلاك وبنقول الوايت، في الابيض وفي الاسود، ما بينهم الابيض والاسود دول واضحين طبعا. يعني قرارات بتبقى واضحه في التحكيم، في ما بينهم الجري زون، المنطقه الرماديه اللي هي في التحكيم لما يكون في قرار
صعب، قرار مش قادرين نحكم عليه بشكل صحيح، الصوره مش واضحه، بنروح مع القرار اللي اتخذه الحكم حتى لو هذا القرار. طب هو امبارح، هو امبارح مش كان في فار يا كابتن؟ في فار بس. طب الفار، الفار ما يشوفهاش؟ ما كانش فيه لقطه يقدر الفار يتدخل فيها بشكل واضح، ما في، لازم يكون عنده كلير ايفيدنس، لازم يكون عنده دليل واضح عشان هو الفار. هو الفار يا كابتن من حقه يوقف ومن حقه يعيد ويبص من اكتر من كدر بالظبط، لكن لو لكن هو زي الحكم في الملعب ممكن ما يكونش عنده الكدر اللي يحكم بيه اللي فيه شك، ما يتدخلش ابدا، لازم يتدخل. بس هي بس هي يا كابتن، بس هي يا كابتن على الشاشه اما اما تشوفها من كذا يعني كدر تقدر تحكم. انا معاك يا سيف، بس في بعض بعض اللقطات ما بتكونش كافيه انك تحكم على حاجه. بس بس اللقطات امبارح اللي احنا شفناها اعتقد ان هي قادره انك تحكم. والله مش 100% عشان اكون صادق معاك، وعلى فكره احنا عرفنا الحلقه، احنا يمكن في معسكر حاجه افريقيا وبعتوها للزملاء، ما حدش قدر، ما اجزمش احد ان ممكن الفار يتدخل في هذه الحاله. هو انت بتحلف كتير ليه يا كابتن عصام؟ انت بتحلف كتير ليه؟ في لقطه الاهلي والاسيوطي حلفت انها مش ركله جزاء والكره لمسه ايديه لبره جسمه. في اللقطه دي كابتن سيف اللي بيقف على مسافه واحده مع جميع الفرق بنفسه قال لك ده في في مشكله، ولما عملت المداخله دي مع كابتن مدحت شلبي برضه قال لك نفس القصه، اللي اي حد في مصر حتى لو زملكاوي وشاف اللقطه هيقول لك ان في سيف الجزيري زائق مدافع انبي قبل ما يوسف اوباما يتعرقل في المدافع اللي اتزق. لكن انت طالع مصر على ان القصه 50 50 مع انها واضحه. ماشي، انا هنا في الفقره دي مش عايز اروح لسكه الاخطاء التحكيميه قوي، هو ده خطا تحكيمي فعلا ولا لا، انا عايز اروح لتناول الكابتن عصام عبد الفتاح للاخطاء التحكيميه دي. يعني هنعتبر ان ركله الجزاء دي 50 50 على راي الكابتن عصام عبد الفتاح وهنروح معاه للاخر، يبقى المفترض اللقطات المشابهه تكون 50 50، لكن للامانه اعتقد هنشوف مفاجآت من الكابتن عصام. هنشوف مفاجآت في الجرين اريا او الجراي اريا، جراي اللون الرمادي يعني نسبه لان في ابيض وفي اسود وفي ابيض منقط او ابيض بخطين حمر، غالبا ده الجراي اريا. طيب عشان نعرف لون الجراي اريا بجد تعالوا نشوف كابتن عصام عبد الفتاح اللي دايما لو اللعبه تخص انديه غير النادي الاهلي يقول لك ايه يا جماعه، يعني في اختلاف الحكام رحمه، قال كده على فكره عشان ما حدش يقول بس فارس بيقول اقتباس ما ينفع، لا لا هو قال كده فعلا، في اختلاف الحكام رحمه، فهو قال في اختلاف الحكام رحمه، وعنده دايما جروب كده تقريبا هو الوحيد اللي بيبعت له، طبعا الجروب ده بيرجع له في كل حاجه ان احنا في الجراي اريا كابتن فامان يعني. طب تعالوا بقى النادي الاهلي، سيف الجزيري ومباراه النادي الاهلي وركله الجزاء اتحسبت لنادي الزمالك، هل ظهرت الجراي اريا ولا لا؟ نسمع كابتن عصام عبد الفتاح وهو بيتكلم. انت شايف ان دي مش كبير؟ دي مش كبير يعني فيها شك. هو ده اللي انا قلته. طب ما ده اللي انا عايزه 50 50. طب ما انا عايز اكمل. فاذا طالما الحكم حسب نستعين بصديق، نستعين بصديق. في خطا على سيف الجزيري قبل الصدام، وكابتن الشناوي ايده. تمام. طيب انا بس عايز اتكلم كمان على نقطه انه كان دقيقتين وقت بدل ضايع، دافع هنا واضح من اللقطه دي. ماشي اوكي. انا هنا لما جيت حللت في الكره دي وقفت عند دفعه سيف الجزيري. وما بعد ذلك خلاص، خلاص مش عشان في خطا من الاول، الخطا الاول ده هو اللي ادى لاحتساب ركله الجزاء. فانا لما جيت حللت هنا واعتقد كابتن حضرتك تأيدني في الكلام، في خطا على سيف الجزيري يبقى في خطا على مهاجم نادي الزمالك وخلاص. وهنا طب دي دي بلاك ولا وايت بتاعت ولا سيف الجزيري؟ وايت بالنسبه لي انا، وايت. حضرتك يا كابتن احنا مش هنتكلم، احنا بنتكلم على ركله الجزاء. انا الوايت والبلاك لا، ما الخطا خلاص. لكن احنا في جون من الاسماعيلي اتكلمنا على ركله الجزاء وبعدين راحوا راجعين للفاول اللي في نص الملعب عند ديانج، فانت جبت فاول في نص الملعب فبالك لعبه قبلها بنص ثانيه. بص بص يا كابتن شوبير، انا بنتكلم بقى، احنا بنتكلم عشان نوضح للناس اللي انا عايز اقوله ايه. يا عصام حكم الفار، انت اديت كونفيرم على ركله الجزاء انها صحيحه، مش من دورك ان انت بتشوف لو هناك مخالفه قبل، بيرجع للاي بي بي لو في اي مخالفه قبل خطا حصل بالظبط. اذا النهارده اذا النهارده انا عايز اقول انت كنت ما شفتهاش من اللايف واضحه. طيب. في دفع، ده اللي انا عايز اقوله. متفق ولا مش متفق؟ متفق مع الخطا. متفق. ناخد اللي بعدها، يلا ناخد اللي بعدها، لان كابتن شوبير وضح القصه من خلال كابتن عصام عبد الفتاح اللي كان بيقول جراي اريا وبعت لناس على جروب وكلم ناس في الخارج، هو كابتن عصام عبد الفتاح اللي قدام حكمين مش جروب بقى، فما فيش مجال لان انا اقول كلام واللي بيسمعني يجاريني فيه او يوافق عليه
كابتن عصام عبد الفتاح بشكل واضح وصريح اتكلم ان لا، اللعبه كانت مش ركله جزاء لان كان في دفع وما بقاش فيه وايت وبلاك، بقى فيه ان اللعبه مخالفه على نادي الزمالك وركله جزاء غير مستحقه. ده في دقيقه ونص الكابتن عصام عبد الفتاح غير قناعاته، من اول الدقيقه ونص كان ضد الكابتن سمير عثمان واحمد الشناوي، وصل لنهايه الدقيقه ونص انتوا كلامكم صحيح، فين الجري اريا؟ ماشي، ده التناول اللي انا بقول لحضراتكم عليه، والواضح كده ان التناول او ازمه الكابتن عصام عبد الفتاح صدفه ان هي في سيف الجزيري، سيف الجزيري في مباراه انبي، سيف الجزيري في مباراه القمه، وركله الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي، وهنا اول وقعه هتشوف خبير او رئيس لجنه حكام بيتكلم في احتساب ركله جزاء والحكم نفسه في احتساب ركله جزاء والتناقض اللي ما بين الاثنين. تعالوا نشوفوا التناول بيتم ازاي لما يكون الامر ضد النادي الاهلي، نشوف الفيديو ونرجع نعقب. ان هو ادى ركله جزاء للزمالك كده عشان ايه؟ يهدي الامور. ايوه بالعكس، ركله نادي الزمالك كانت ركله جزاء 100% صحيحه. لو نرجع للحاله هتلاقي ان في ماسك من التيشيرت للاعب نادي الزمالك سيف الجزيري، ففي ماسك 100% هو اللي ادى الى سقوطه، وفرق الجزاء كانت الماسك باليد، بس هي الناس كانت مركزه على علي معلول ان هو في الارض، فهم كانوا شايفين باصين على الحته دي. لاعب اخر لاعب اخر هو اللي شاد حاجه. البنالتي بتاعت الزمالك برضو البعض قال هم مش عارفين حسبتها على عرقله ولا على شده الفانيلا، على عرقلة علي معلول وهو قاعد في الارض بسيف الجزيري بعد ما مر بالكره منه. الفار رجعك فيها؟ الفار رجعني فيها واداني كونفيرم. الاحتجاج او الاعتراض انه حضرتك قلت ان ضربه الجزاء احتسبت على شده حمدي فتحي لسيف الجزيري، وانه الكابتن محمد عادل قال لي لا دي عرقله من علي معلول لسيف الجزيري، ده عمل نوع من انواع رد الفعل العنيف شويه. ولا رد فعل ولا شيء يا كابتن شرير، هناك خطأين تموا في نفس الوقت. الفقرة دي أو الفيديو ده تحديدا المفترض يتحط مع موسيقى الكاميرا الخفية، اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية يا كابتن عصام. كابتن عصام عبد الفتاح طلع بعد مباراة الشهيرة بمباراة الاحتواء قال إن في شد واضح لصالح سيف الجزيري من حمدي فتحي. الكابتن شوبير جاب حكم المباراة نفسه قال له أنت حسبت ركلة الجزاء على إيه؟ قال على عرقلة علي معلول، لمين؟ لحمدي فتحي برضه. هي الأزمة في حمدي فتحي، لأن قدم علي معلول ما لمستش أساسا سيف الجزيري. الشدة اللي شافها الكابتن عصام عبد الفتاح بعد كده لما قال له أنت قلت كلام ومحمد عادل قال كلام، قال له في خطأين في نفس الوقت، هي اللي شايفها الكابتن عصام عبد الفتاح في مباراة الزمالك والسيراميكا بتاعت محمد معروف ومحمد الحنفي، لا تستدعي على الإطلاق ركلة جزاء لأن لاعب سيراميكا ما قلعش التيشيرت في إيد طارق حامد. فتخيلوا التناقض الواضح ما بين حالات الأهلي وحالات الزمالك، تخيلوا ان في ركله الجزاء سيف الجزيري الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول 100% ركله الجزاء، ما هنا الحسم اصل ضد الاهلي، لكن مع نادي الزمالك والله 50-50. هو ده التناول، سيبك من اراء الحكام وخبراء الحكام، شوف الكابتن عصام عبد الفتاح بميوله تجاه النادي الاهلي اللي بتمتد المواسم سابقه، واستعرضنا موسم 2018 وفي كمان في موسم 2018 كان له تصريحات كتيره بيكذب عينينا وبيكذب الخطوط، في مباراه مثلا على الشهيره الاهلي وبترول اسيوط ولمسه يد واضحه على مدافع بترول اسيوط. هو ده طريقه عصام عبد الفتاح، هو ده الكابتن عصام عبد الفتاح من وجهه نظري، انا اسف ان انا بستخدم المصطلح ده، هو كاره للنادي الاهلي وده بيأثر على ارائه. شفت وهو بيقول لك هو الاثنين، يعني لما ما قدرش يروح من كابتن شوبير في حته فقال له هي الاثنين يا كابتن شوبير، يعني دي تنفع ودي تنفع، المهم اللي انا قلته يبقى ليه مخرج. طب تعالوا نشوف كابتن عصام عبد الفتاح هو بعد فتره وهو بيتكلم عن نفس اللعبه، نشوف الفيديو ونرجع نعقب. مش باين ان في شده فانيلا. هل شده الفانيلا دي؟ لا شده الفانيلا دي احنا بقى في ماتش سيراميكا قلنا ما فيهاش بينالتي بقى، يعني ما انا بتكلم. الله، ازاي يا كابتن احمد؟ هم قالوا بيرنت في سيراميكا. استنى بس طيب. يا كابتن خلينا بس ايه، احنا خلصنا شده التصوير هنا في انا لما سالت على الشده ولا على العرقله قالوا لا على العرقله. كابتن عصام عبد الفتاح انا في لقطه يا كابتن ان في عرقله، طبعا المسك متفق مع حضرتك ما فيهوش ضربه جزاء زيه زي بتاع طارق حامد 100% 100%. والكابتن زي طارق حامد ده كان ماسك ولا بتاع سيراميكا؟ شوف التيشيرت اهو. لا دي لمسه، ده مش مسك، ده مش مسك. المسك طبعا لا، انا متفق المسك 100% زي بتاع طارق حامد مستحيل تبقى بيلي، لكن بس نشوفها، بس يا ريت نشوف. هي دي، ركز مع كابتن عصام عبد الفتاح هنا بيتكلم في حته ان هي فيها عرقله، راح لراي محمد عادل اللي كان بيتقال في الاول، وان المسك لا دي زي بتاعه طارق حامد.
انت بقى نقي اللي انت عايزه من كابتن عصام عبد الفتاح على مدار اللي احنا بنعرضه عن الفقره. مش هتوصل للعبه، القصه يا جماعه مش في لعبه، احنا بنديكوا مثال عشان نوصل لقاعده اهم جدا من اللعبات دي، وهي ان الشك ضد الاهلي والشك في صالح المنافسين في اي لعبه. فكره الجراي اريا دي اكذوبه وخدعه اتقالت عشان يبقى في مبرر فيما يخص تبرير اي حاجه ضد النادي الاهلي او في مش في مصلحه النادي الاهلي. على الجانب الاخر بيكون في لعبات النادي الاهلي مفيش جراي اريا.